جينا احنا كشباب المنطقه وكمجتمع المدني يعني نوصل واحد الرساله للراي العام اللي عندها علاقه بالضحايا ديال الزنزال اللي وقعت 8 شتنبير 2023، وبما يخص الدعم والمساعدات والبلاغ ديال سيدنا اللي عطى على اساس الناس اللي مقصين من الدعم. كنتسائلوا حنا كمجتمع المدني وكالسكينه شنو هما الاسباب اللي خلاو 50% ديال الضحايا من الزنزال تقصوا؟ دابا حاليا وقت البرد، وقت الشتاء، والناس باقيين في الزنقه، يعني مستافده 40% 45%، كاينين بعض الدور كاع ما مستافد فيهم حتى واحد، يلا مستافدين، وكاينين شي وحدين مستافدين فيهم 50%، كاين شي وحدين مستافدين 10، كاين شي وحدين مستافد بواحد. يعني هذا الشيء كيجمع 32 دوار تابع للجماعه ديال يمين الدونيت، عملت شيشاوة دائرة مجر. كنستفسروا حنا كالسكينة وك يعني كنجدوا التسلطة المحلية من هذا المنبر هذا ديال أنفاس بريس، كنوجه رسالة للسلطة المعنية بالضحايا من الزنزال والمحلية والإقليمية ديال عملة شيشاوة، باش ياخذوا هذوك الناس اللي مقصين من الدعم بعين الاعتبار، باش يتوصلوا بالمستحقات ديالهم اللي عطى صاحب الجلالة نصره الله تعليمات على قبلهم، باش يوصلوهم ويستفدوا منهم. لحد الان راه اقليه اللي مستافده، وحنا كنستفسروا كمجتمع المدني وكالسكينه شنو هما الاسباب علاش هاد الامانه بلغ بها سيدنا ووصى عليها باش توصل الناس وتلاشات. دابا حاليا السلطه المحليه كتقول لنا ودي راه اللجنه اللي دازت قصا هي اللي قصاتكم، ودابا واش يمكن لنا حنا نتاجؤوا لهذيك اللجنه نحاسبوها كانهم موظفين عاديين، ولا نتاجؤوا لاداره السلطه باش ناخذوا حقنا كمتضررين من الزنزال وكمقصين من الدعم؟